السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة عن فايدة قوية جدا جدا جدا، وهو عبارة عن سورة قصيرة معجزة. بفضل الله ترددها 33 مرة، وسيأتيك بفضل الله بعدها مباشرة الفرج والغنى. وإن كان لك هموم أو كان لك طاقة سلبية أو كان عندك بعض المشاكل، بإذن الله ستزال بعدما تفعل هذه الفائدة مباشرة بإذن الله. عايز أقول لكم يا جماعة عن الفائدة دي والسورة اللي هنتكلم عليها، وهي سورة قصيرة من سور القرآن الكريم، بجد يا جماعة من السور القوية جدا 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 فوق ما تتوقع، وهي سورة القوصر. سورة القوصر دي يا جماعة من السور القوية جدا جدا جدا، واللي ورد عنها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد عنها بعض الروايات عن بعض الصالحين عن فائدة هذه السورة. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقرأ سورة القوصر سيشرب من جميع أنهار الجنة، يعني كل أنهار الجنة هيشرب منها، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها بقى من الروايات اللي وردت عن سورة القوصر. سورة القوصر دي يا جماعة معروفة بقضاء الحاجات، بجلب الرزق، بجلب المال، بدفع الهم، وليها معجزات كتيرة جدا فوق ما تتوقعه، لدرجة ان قيل ان من قرأها 1001 مرة لمدة اسبوع سيرى حتما بعد اسبوع الانبياء والمرسلين والصالحين في المنام. شايفين لدرجة ايه يا جماعة؟ بس قبل ما ابدأ في ذكر الفائدة يا جماعة، في البداية انا عايز اشكر كل اخت وكل اخ بيتفرجوا على الفيديو وبيدعموني في التعليقات. وعلى فكرة يا جماعة، أنا عايز أقول لكم أن الناس اللي بتتفرج عليها دلوقت وبتتابعني، أنا شايف كعبد الله من وجهة نظري، شايف أن الناس دول ممكن من أفضل وأعظم الناس اللي موجودين في الكرة الأرضية دلوقت. إيه؟ يعني أنت شايفنا عبد الله أكتر ناس، أنت من وجهة نظر أنا يا جماعة، عشان ما حدش ياخد الكلام عليا، يعني من وجهة نظر أنا شايف الناس اللي بتتفرج عليا أحسن ناس موجودين دلوقت. عارفين ليه؟ لأن في ظل الانشغالات اللي احنا فيها وفي ظل كده، لسه في ناس يا جماعة بتلجأ لله، لسه في ناس عندها يقين في الله، لسه في ناس عندهم يقين ان ربنا يغير لهم حياتهم. بناخد بالأسباب وبنجتهد، بس احنا مؤمنين ان الله تعالى بيغير القدر. فهنبدأ على طول في ذكر الفايدة بإذن الله يا جماعة تفصيلا، وهو بفضل الله زي ما قلت لكم لجلب الرزق والغنى ولدفع الهم وغيرها من الفوائد المباركة الكثيرة. قبل ما أبدأ في ذكر الفائدة، يا ريت لو أنت جديد معانا في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معانا قديم في القناة تضغط على زر لايك وتدعو لنا كده بالتوفيق. وعشان ما نطولش عليكم نبدأ على طول يا جماعة في ذكر الفائدة. في البداية يا جماعة، هذه الفائدة يشترط ان انت تعملها في ليلة الاثنين اللي هي يوم الاحد بعد صلاة العشاء. وطبعا يشترط في من يفعل هذه الفائدة ان يكون طاهرا الثياب والبدن. وزي ما قلت لكم يا جماعة، الفائدة بتستخدم لتفريج الهم، وحتى سميت ايضا بصورة جبر الخواطر، عشان يعني الشخص اللي عنده يأس او عنده حزن او كده، الله تعالى بيجبر خاطره بيها يعني. فهنبدأ يا جماعة، وهنجيب كوباية مية. هنجيب كوباية، طبعا كل تفاصيل فايدة زي ما احنا متعودين مكتوبة في صندوق الوصف. هنجيب كوباية مية. بعد ما هنجيب كوباية المية هقرأ سورة القوصر، لأن أعطيناك القوصر. بعد ما هقرأها وأخلصها، أنا كده قرأت سورة القوصر، بعد ما أخلصها أقوم نافس في المياه، أنفس في المياه. بعد ما أخلص سورة القوصر أقرأ آية الكرسي، وبعد ما أقرأ آية الكرسي برضه هنفس في المياه. بعد كده هقرأ سورة الفلق، وبعد ما اخلص سورة الفلق هنفس برضو في المياه. يبقى انا كده قرأت سورة القوصر، آية الكرسي، سورة الفلق، وبعد ما خلصتهم الثلاثة، بعد ما خلصت الاولى نفست في المياه، بعد ما خلصت الثانية نفست في المياه، بعد ما خلصت الثالثة نفست في المياه، بعد ما اخلص بقى خالص او مشارب من هذه المياه، اشرب منها. بعد ما هشرب من المياه، بعد ما هشرب من المياه هقوم اصلي ركعتين، عشان كده قلت لكم اشترط الطهارة. يبقى انا بعد يا جماعة ما قرأت الثلاث سور ونفست في المياه وشربت من المياه، اقوم اصلي ركعتين لله. بعد ما اصلي ركعتين هقعد في نفس القعده اللي انا فيها اللي هي في اتجاه القبله. بعد ما اقعد يا جماعه، بعد ما اصلي ركعتين هقرا سوره القوصر، وهي دي السوره اللي انا قلت لكم عليها يا جماعه ترددها 33 مره. هقرا سوره القوصر 33 مره. سوره القوصر 33 يا جماعه، سوره القوصر 33 مره. بعدها هقول يا كريم، بعد ما اخلص سوره القوصر 33 مره هقول يا كريم 33 مره. كده تقول الدعاء اللي انا هقوله لكم ده، وده اخر حاجه في الفايده خالص، هتقول الدعاء اللي انا هقوله لكم ده 7 مرات بالعدد. طب ايه يا عبد الله الدعاء اللي احنا هنقوله 7 مرات؟ الدعاء يا جماعه هو: يا من هو اقرب الي من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، اكرمني يا كريم بعفوك وحلاوه مغفرتك، وارني كرمك ورزقك، فاني لا حول ولا قوه لي الا بك يا كريم. هذا هو الدعاء اللي هتقوله 7 مرات. بإذن الله يا جماعة، اللي هيعمل الفايدة زي ما أنا قلتها بالظبط، بتطبيقا للشروط وتطبيقا لليوم،
زي ما قلت لكم هي من المجربات القوية جدا، هيشوف أثر الفايدة بعدها مباشرة. فإن كان له هم، وإن كان عنده حزن، وإن كان عنده هدف معين يريد أن يحققه، وإن كان يريد رزقا، بإذن الله الفايدة بتاعت النهاردة تنفع في كل الحاجات دي يا جماعة. اعملوا الفايدة دي يا جماعة، وبإذن الله أنا واثق 1000000% إن هي هتنفعكم وهتفيدكم. وبكده يكون الفيديو خلص يا جماعة. أسأل الله أن يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.